اسمي سيد طه، احد افراد مراسيل. مراسيل فرقة مستقلة كان بدايتها مع الملحن احمد جمال مصطفى، لما التقى بالشاعر حسن عامر واحمد جمال مدني. كان بداية التأسيس ان هم يقدموا فن يقدر يوصل من خلال لحن للمستمع العادي، لان الشعر الناس ما بتستوعبوش بسهولة. فقرروا انهم يعملوا مراسيل بند، وبعد كده التقوا بعلاء عصران ومحمد جاسم اللي امنوا بالفكرة، وبعد كده جو كلموني. الفكرة عجبتني خالص، فحاولنا سعينا بقدر الامكان على تنفيذها، والحمد لله يعني قدرنا نعملها وقدرنا نقدم مزيكا كويسة. هدف من اهداف البند المهمة يعني ان احنا نحارب المركزية، ونحاول نقول ان الصعيد له هوية موسيقية مستقلة نقدر نقدمها بشكل الناس تستوعب، بشكل الناس ما تبصش للصعيد ان هو يعني كيان مغلق ما فيهوش لا فن ولا ثقافة ولا اي نوع من انواع الابداع. علاء عصران من اول الناس اللي انضمت لبند مراسيل. كان الالتقاء في الاول كان بشكل ثقافي في حاجه شبه ندوه اللي ابتدت بينها التعارف، فمن ضمنها كان لازم احنا الهدف بتاعنا تنميه المجتمع ثقافيا من خلال الاغاني بتاعتنا. يعني احنا الاغاني بتاعتنا مستقله كلها كلماتنا والحاننا، وبنحاول نناقش فيها مواضيع ونوصل رساله للناس من خلال الفن بتاعنا اللي احنا يعني مؤمنين بيه ان شاء الله باذن الله ان هو يتطور في الوسط المحيط بينا ان شاء الله.